السلام عليكم. لو احنا عايزين نعمل مساحات بتاعة المبنى دوت، فانا هاجي هنا اقول له انا عايز سبيس، هبدأ اضيف سبيس 1 اهوت، هعمل السبيس ديت اهي تمام، وهسميها سبيس 1 واقول له اوكي تمام. هذه هي السبيس، اقدر في اي لحظة اجي عليها واقول له سناب شوت انا عايز اخدها كصورة تمام، او اقول له انا عايز كرييت اريا، يبدأ يجيب لي المساحة بتاعتها قد ايه تمام. لو تعدلت في اي لحظه الرقم بدأ يتعدل معايا. لو قلت له انا عايز اعمل سبيس 2 هنا مثلا، سبيس 2، وقلت له اوكي، هقول له ابدا احسبها لي. تقدر تيجي في اي لحظه تقول له غير لي الخصائص بتاعتها اللي هي اللون مثلا والشفافيه، وتقدر هنا تقول له انا عايز تظهر الهايلايت اللي على السبيس ولا لا. يعني لو انا عامل سيلكت كده هتلاقي خلاص هي بس مجرد الحدود، وهنا بيجيب لي المساحة قد ايه.